بيوزعهم تحقيق الكثير من الأشياء عندما يجدون الدعم والتشجيع والمتابعة. هنا بمقر الجمعية وجدوا ضالتهم وتلقوا أبجديات الطبخ وكفاءات أخرى. أنا عجبني الحال هنا، تعلمت في الكوزيني. حنايا درنا كيسان بلاطو عصير ليمون، درنا كيكا ودنا الحلوى. هاد المركز جا بعد 30 عام من العمل، وجات يتوج واحد التجربه اللي دركناها في هذا الميدان كجمعيه في مختصه في هذا التثلث الصبغي، والهدف ديالنا هو الاطفال والاشخاص المعاقين ادماج ديالهم في المجتمع. تحتضن الجمعية 240 مستفيدا على صعيد مدينة الرباط، وتقدم لذوي التلوث الصبغي مجموعة من الخدمات المتعددة الاختصاصات. فيها توجيه، فيها الترويض الطبي، فيها تقويم النطق، فيها التتبع النفسي، وفيها ورشات تربوية اللي تتأهل الأشخاص باش يدخلوا المجال المهني. من غير تشوهات ديال القلب، هناك تشوهات عديدة تنفسية في الجهاز الهضمي، في الجهاز الكلي، في عدة أجهزة، وهذا يستدعي واحد العناية خاصة مع يعني يكون فريق طبي متخصص ومتفهم لكل هذه المشاكل. ولمد جسور التواصل مع المختصين الوطنيين والدوليين في كل ما يتعلق بالتلوث الصبغي وحيثياته، تعقد الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التلوث الصبغي ورشات علمية دورية للاطلاع على كل جديد في هذا المجال.